السلام عليكم. زارت وزيرة الثقافة والفنون سيدة مولوجي بمعية والي ولاية الجزائر العاصمة. إذا زاروا موقع المدينة نتاع القصبة اللي تعرف في الآونة الأخيرة عمليات تاع ترميم والتجديد وتهيئة كبيرة جدا، يعني لأول مرة منذ الاستقلال وصلنا إلى هذا المستوى نتاع الترميم والتجديد باستعمال وسائل تقنية وخبراء تقنيين، وكذلك بتخصيص ميزانية كبيرة. إن شاء الله تكون هذه كل هذه الجهود لتجديد وترميم وتهيئة إذن المدينة تاع القصبة تأتي بنتائج مفيدة، وإن شاء الله كل هذه الأموال ما تروحش يعني هدرا، وإن شاء الله تكون فيه صيانة مستمرة إلى أن نصل إلى ترميم كل القصبة. وإن شاء الله هذه العمليات أكيد لابد أن تتعمم على كل قصبات، يعني في مدن جزائرية قصبة عنابة وقصبة وهران وبجاية، فيه مدن كثيرة تحتاج إلى ترميم هذا التراث الضخم والغني جدا نتاع الجزائر عبر 23 قرن من وجودها. يعني التاريخ نتاع الجزائر مدون الذي يصل إلى 23 قرن كما قلنا إلى الفترة النمودية ثلاث قرون قبل مجيء إذن المسيح، إذن إلى يومنا هذا فيه تراكم لعدة عدة نماذج وعدة أشكال نتاع هذا التراث الكبير كما قلنا الذي نفتخر به. نترككم تتابعون إذن زيارة نتاع موقع قصر البايات في القصبة العليا، وكذلك قصر الداي إذن في نفس الموقع، ودار البارود وعدة ملحقات التي تمت تهيئتها وترميمها وتجديدها. إذن نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول زيارة نتاع وزيرة الفنون والثقافة السيدة مولوجي بمعية إذن والي ولاية الجزائر العاصمة إلى موقع هذه الأشغال. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.